السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كده تنظيف عجون البوتاجاز، إزاي تنظفيها بطريقة كويسة جدا وخلطة إن شاء الله هتعجبك جدا بإذن الله. عايزة أوريكم شكل العيون عندي، دي أصغر عين ودي أكتر عين عندي متسخة، دي اللي يعني ما نقدرش نوصل لها، شايفين؟ طبعا أنا ما بسيبش عندي العيون يعني تتبهدل أكتر من كده، بس دي العين الوحيدة اللي يعتبر عرفت إيه أجيبها لكم أو أخليها بالمنظر ده عشان أقدر أوريكم الخلطة هتنضفها إزاي. الخلطة بتاعتنا كلها طبيعية وكلها من البيت، مش هنجيب أي مواد كيماوية خالص من بره، وإن شاء الله كل حاجة هنحطها في الخلطة إن شاء الله هتلاقيها موجودة في بيتك بإذن الله. أول حاجة بقى في المكونات بتاعتي، أنا أول حاجة معايا هنا حلة على النار، دي حلة ستانلس أو أي حلة عندك أو ألمونيا، طبعا هي هتنضف معاك الألمونيا حلو جدا، لو أنت عندك أي أواني ألمونيا ممكن تحطيها هنا هتنضف معاك كويس أوي. أول حاجة معايا هنا دي قشور الليمون، معلش دي انا بشيلها في الفريزر، ما ترميش قشور الليمون لان بتنفع حلوه جدا جدا في التنظيف، فدي قشور الليمون معايا كده. اول حاجه معانا قشور الليمون. تاني حاجه معايا ده خل البرتقال، خل البرتقال. ايه خل البرتقال ده؟ انا لو يعني لو حد متابعني من اول القناه انا عملته على القناه بحفظه من السنه للسنه، طبعا بما اننا في موسم البرتقال فعمليه دلوقت، انا بجيب قشور البرتقال، لو بتخزني بقى برتقال او عندك يوسفي او اي حاجه، حواشي القشر بتاعك وفي ازازه خل زي كده، يعني ده خل وانا بحط فيه القشور لمده لا يقل من 10 ل 15 يوم، بس اهم حاجه تبقى في الثلاجه عشان الخل ياخد كل الزيوت العطريه وكمان يبقى ريحته حلوه في التنظيف، وانتوا عارفين بقى البرتقال بقى في ايه فوائده في التنظيف فظيعه جدا، طبعا الخل لا غنى عنه في التنظيف، فانا بحط القشر هنا وبعد كده بصفيه من الخل، بصفي القشر طبعا مطلعه من الخل وبرميه خلاص، وبعدين باخد الخل زي ما انتم شايفين كده في التنظيف في اي حاجه عشان ريحه الخل بتبقى قويه جدا، فكمان ريحه البرتقال تبقى حلوه جدا معاكي في التنظيف. هنحط كده معانا حبه من خل البرتقال اهو. المكون الثالث معانا البطاطس، البطاطس حلوه جدا جدا في التنظيف برده، هنحطها كده معانا باي تقطيعه باي شكل، يعني ممكن تبشريها تحطيها زي ما انا حطاها كده قشور البطاطس، وطبعا لو عندك بطاطسايه قديمه او بايظه وكتير جدا ممكن تبوظ منك البطاطس استخدميها في التنظيف ما ترميهاش، يبقى برده تاني حاجه او تالت حاجه معانا البطاطس. كده زي ما شفتوا حطينا البطاطس. المكون اللي بعد كده معايا هو ايه بقى؟ الكركديه، شايفين؟ عايزه اقول لكم بقى الكركديه ده بقى فظيع، يعني بستخدمه في الاستانلس بيخلي الاستانلس حاجه كده رهيبه. لو عايزه تجربيه جربي كده اغلي معاكي كركديه في اي حاجه استانلس او براد استانلس وشوفي منظر البراد يبقى عامل ازاي، لدرجه ان انا لما بكون حابه اعمل كركديه بحب اغلي حبه بسيط كده الاول في ميه واكب الميه دي، ببقى خايفه من كتر ما بشوف الاستانلس بيلمع بعد الكركديه ما بيغلي فيه، فالكركديه فظيع فظيع في التنظيف، مش عايزه اقول لكم بيبيض بطريقه لا تتخيلوها. المكون بقى الثاني قشور البيض، ده كنز بقى في البيت عندنا بقى، تخيلوا بقى، شوفوا انا كل حاجه يعتبر كده حطيتها موجوده في البيت، مفيش مواد كيماويه خالص، ما نقولش بقى لو هتتعبنا ولا صدرنا ولا اي حاجه، قشر البيض ده كنز، عايزه اقول لكم هنستخدمه في حاجات كتيره جدا، فحافظي عليه لانه بصراحه خطير بمعنى كلمه خطير في التنظيف، ملوش حل، ملوش حل بجد ملوش حل. دلوقتي بقى احط معايا عيون البوتاجاز، شايفين؟ متسخه معايا اهي، واهي العين اهي عشان تبقى شايفين برضو اهي. هي العيون طبعا يا جماعه انا ما بسيبش العيون تتبهدل عندي يعني كتير، فانا ايدي فيها دايما، شايفين اهي كله كده هحطه اهو. هحط معايا كمان ده صابون، اللي هو صابون بريحه اللي هو بتاع الوش، طبعا انا عملت فيديو في القناه عن تنظيف الالمونيا ازاي بالصابون ده، عايزه اقول لكم فظيع، يعني لو اي حد ما شافش الفيديو هتشوفوا فيديو الطاسات انا منضفاها ازاي بالصابون ده، اي بروه صابون او اي صابونه بتتبقى منك او حتى لو مش لازم تتبقى، انت ممكن تخلي على حوض المطبخ صابونه كده وحطيها عندك للالمونيا، بس فظيعه في التنظيف، الصابونه دي مهمه جدا جدا في التنظيف. هنحط بقى كده معانا ميه، هحط معايا برده سائل تنظيف، ده اسمه سوبر كلينتون، ده بجيبه من ماي واي، ده سائل لجميع الاغراض، لتنظيف لجميع الاغراض، عايز اقول لكم ريحه وفي نفس الوقت معطر ومطهر وفي نفس الوقت بينظف حلو جدا، فده هنحطه برده منه معانا،
لو متاح عندك ماشي بتاع ماي واي ماشي، مش متاح ممكن تجيبي اي سائل منظف لجميع الاغراض. كده زي ما انتم شايفين كده حطيت الميه اهي، وهبدا احطها على النار على العين الكبيره. ممكن حد يسالني فين العين الكبيره، ما حطيتهاش هنا ليه؟ العين الكبيره بتتبهدل معانا. عايز اقول لكم نصيحه عشان العين الكبيره دي ما تتبهدلش، عايز اقول لكم ان العين دي احسن عين عندي وعمرها ما تتبهدل ابدا، وده السبب. هقول لكم السبب ايه. ادي عين البوتاجاز بتاعتي الكبيره، شايفين شكلها اهي، ايه رايكم فيها بقى؟ مش متبهدله خالص. ليه؟ اولا العين دي انا مش بستخدمها كتير، بستخدمها لما يكون عندي ظروف، بس ان انا ايه مثلا عندي عزومه او محتاجه العين الكبيره او عايزه اعمل على الشوايه الكبيره، فبضطر احطها ايه الشوايه في النص. طب تمام. بعد ما بتعملي يا دعاء بتعملي ايه؟ باخدها واغسلها فورا، ما بخليهاش، ما بستناش عليها، ما بسيبهاش لما تتبهدل. خصوصا ده انتوا شايفين ده نضيف ازاي، لاني على اول ما بخلص مباشره وهي سخنه كده اروح اغسلها. طيب بعد ما بتغسليها مش بلفها بقى بالورق الفويل، لا بلفها بالاسترتش. حتى لو هتاخدوا بالكم في التصوير في القناه مش هتلاقوها، مش هتحسوا ان عليها حاجه، بتبقى عادي كانها عريانه، لان الاسترتش اللي هو الاسترتش الكلينج فيلم اللي احنا بنغطي بيه الاكل او اي حاجه عندنا، انا بغلف بيه عشان يبقى شكلها مش باين مش اكتر. طبعا الاسترتش لما بحطه خلاص مش بيجي عليها اي حاجه، ان جد هون بغيره، لو هغيره كل يومين ثلاثه مش مشكله، عادي جدا. بس عندي اهي ما شاء الله شايفين لمعتها اهي، مش متبهدله عندي خالص، فانا محافظه عليها. والعيون طبعا التانيه الاربعه التانيين كده كده كلنا بنستخدمهم دايما، ما بنستغناش عنهم، فعشان كده هما اللي بيتبهدلوا معايا. كده انا حطيت الحله بتاعتي على النار اهي. انا عايزه اقول لكم الخلطه دي بعملها عشان الناس اللي عندها العيون متبهدله قوي، الخلطه دي كويسه جدا جدا، مش هتبهدل العيون معاكي ولا هتتخرم بقى ولا تتبهدل ولا المواد الكيماويه هتبهدلها. فانت لو عندك العيون متسخه جامد هتعملي كده وهتتفرجي على منظر العيون دي شكلها هيطلع عامل ازاي، هتطلع رهيبه. تغلي كده معانا الميه اوريكم شكله هنعمل فيه ازاي. دلوقتي الميه بتاعتي اهي بتغلي، شايفين شكل الميه عامله ازاي؟ طبعا لونها غير خالص، معلش بقى البخار طالع على التليفون. دلوقتي خلاص انا طلعت العيون بتاعتي من الميه اللي احنا كنا بنغليها، معايا هنا ميه عاديه جدا، معايا صابون، دي بواقي صابون عندي اللي هي بتاعت الوش، ومعايا طبعا السلكه بتاعتي. وادي العيون اهي شكلها بعد ما خرجت اهي، لسه ما دعكناش ولا اي حاجه. ودي العين اللي كانت متسخه قوي برضو هنعملها، وانا جايبه لها الفرشه دي الحاده دي عشان تجيب لي الزوايا اللي جوه. ومعايا العين دي، العين دي كانت متبهدله قوي، كان فيها هنا بقع كتيره، وكنت برضو مهما تغسلي بالسلكه برضو بتبقى فيها. فهنسكر كده مع بعض واوريكم شكل الدنيا هتبقى عامله ازاي. اهو بنبري كده السلكه بتاعتنا بس. طبعا تنظيف الومنيا يبقى مش بريل، يبقى السلك ده، وبعد كده تغسلي بالبريل عادي جدا. بس اول حاجه عشان تنضفي كويس تنضفي بالصابون بتاع الحوض. نبدا كده نغسل مع بعض. لازم بقى كده نتعب ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. اهو. شايفين؟ انا بدعك قدامكم اهو عشان كل حاجه تبقى قدامكم وتشوفوا هو بيلمع ازاي. اهي شايفين الالومنيا طبعا هنا كده بقى من جوه. الدعاكي العادي بقى طبعا كل واحده على حسب ما بتعرف تدعك، يعني تدعكي بقى كده كويس عشان تلمعي العيون دي، ما تسيبيهاش لما تتبهدل. ويستحسن اولا باول الخلطه دي انا زي ما قلت لكم عملتها عشان لو حد عنده العيون متبهدله جامد، لكن لو العيون عندك بتنضفيها اول باول مش هتحتاجي غير الصابونه اللي احنا كنا بنغسل بيها دي، تنضف معاكي كويس جدا. بس الخلطه دي رهيبه، وفي الاستلس بتبقى حلوه جدا جدا في تنظيف الاستلس كمان. اهي شايفين هلم معانا كده واوريكم برده شكلها. ادي العين اهي شايفين ده شكلها بعد ما اتغسل، تالي مفيش بقى احلى ولا احسن من كده اهو. ادي اول عين معايا، العين بقى الضيقه دي هي اللي هتغلبنا شويه. انا بقى اعمل ايه بقى كده؟ هاخد من الصابون ده كده اللي هو ايه ده، وهبدا بالفرشه دي وهبدا انضف كده العين دي من جوه اهو زي ما انتم شايفين كده، عشان هي ضيقه قوي
اهو شايفين بتنضف ازاي، هوريكم برضو اهو اهي اهو، لسه مدعكتش بالسلكه بس اهو اهو. نعمل برضو دي، شايفين الاتساخ كده برضو كده الصابون. طبعا عشان العين دي ضيقه بس شويه، لكن العين التانية ما بتغلبكيش كده. اهي شايفين نضفت ازاي اهو، من هنا برضو اهو شايفين برضو هنا من الزوايا دي كده. اول باول هتنضف معاك، لكن ما تسيبهاش طبعا لما تتبهدل قوي عشان تعرفي تغسليها كده. لازم يكون عندك الفرش دي، بتجيبيها من عند بتاع المستلزمات، حلوه جدا للحاجات دي. اهي هغسلها كده واوريها لكم. دلوقتي بقى هنغسل بقى دول، برضه هوريكم شكلهم. شايفين ان شاء الله يعني. شوف العين ان شاء الله بقت نظيفه جدا. برضو من هنا كده نغسلها كويس، لازم تغسليها بعد ما تغسليها تنشفيها بقماشه عشان بتعمل هنا صدى. الصدى اللي بتشوفوه على العيون ده بسبب ان انت ما بتنشفيش الجزء ده كويس، فلازم تتغسل كويس. شايفين هشطفها كده واوريها لكم. شايفين شكلها، تقالي مفيش احسن من كده. عايز اقول لكم ان العين دي كان عليها نقطه كده سودا، بس للاسف نسيت اوريها لكم، كان زي نقطه الزيت، وكانت كل ما اغسلها بالسلكه او اي حاجه ما تنضفش ابدا، يعني كتير جدا اقعد اعملها كده من غير ما نحط لها الخلطه ونغليها يعني برده ما تنضفش معايا. لكن كده ما شاء الله شايفين كانها لسه جايه جديده اهو. بقيه العيون برده معانا اهو، برده بالسلكه اهو وبالصابون اللي هي البروه اللي احنا بتتبقى منها بتاع الصابون بريحه اهي، برده اهو. شايفين دعك بسيط جدا. دول عايزه اقول لكم بقى يعني بيجي عليهم الزيوت كده، ولما بتعملي مره على مره بتتحروى منك. شايفين بقى دي اللي بتطلع صدى، دي لازم تتنضف كويس جدا وتتنشف بفوطه كويس جدا اهو. دي الصغيره خلص كله كده، اوريكم بقى شكله دلوقتي يا حبايبي. خلاص انا كده خلصت العيون بتاعتي، طبعا عشان ما اخدش وقتكم كتير يعني نضفتها اهي. شايفين ادي شكل العيون. اصعب عين بقى اللي كانت شكلها، شايفين صعب اهي. شايفين بقى ما شاء الله نضفت ازاي، تالي ما فيش احسن كده، كانها لسه جايه جديده. عايزه اقول لكم على حاجه، لو انت عشان المناطق الضيقه دي ممكن تستخدم ابره زي كده. انا استخدمت الابره دي في الحته الضيقه دي بسرعه يعني، ما خدتش معايا وقت خالص، بس طبعا عشان ايه انا عايزاها تبقى يعني كانها لسه جايه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، يعني ما فيهاش غلطه. دول بقى طبعا اهم اهم شايفين مفهومش الهوا هنا، برضو انا بنشفهم كويس جدا، خليش فيهم ميه خالص قبل ما احطهم على البوتاجاز، عشان ده بيعمل صدى على ده. لو خدت بالكم انا العين عندي ما لقيتش عليها هنا لون اصفر ولا اي حاجه، ليه؟ لان انا بنشف ده كويس عشان الصدى هنا لو في حبه ميه بيعمل صدى على العين. فهمتوا قصدي؟ كده ما شاء الله العيون كلها ممتازه، ما فيش انضف من كده. لو انت بقى عيونك متوسخه جامد جدا والاتساخ عالي جدا عن كده، ممكن تحطي في الميه ملح ليمون من البدايه، بس انا طبعا عشان العيون عندي كويسه وانا بنضفها اول باول فبحطش ملح ليمون، انا بخاف ايه ازود في المواد الكيماويه عشان ما تبهدلش معايا حاجتي. لكن كل اللي انا حطيته مواد طبيعيه وكلها من البيت وكلها بتنضف، وزي ما انتم شايفين كده مش محتاجه اي حاجه تاني. عايزه اوريكم برضو، جبت براد اهو متكسخ خالص معايا، شايفين وفي حرقات هنا، شايفين الحرقات دي اللي هي ممكن تكوني بتمسكي بمسك مطبخ. البراد ده انا جبته وهو متبهدل خالص، وحبيت برضه اوريه لكم، هحطه في الخلطه اللي احنا عملناها بتاعه العيون البوتاجاز. هو من جوه يعتبر نظيف لكن من بره متبهدل. وبرضه جبت المبشره دي، برضه فيها اتساخات وفيها دهون وفيها زيوت، هنضفها معاكم برضه. انا بحاول ادور على حاجات، بجبت حاجات يعني تكون ايه متبهدله، لان انا حاجتي اغلبها نظيف اصلا يعني، ايدي في الحاجه على طول، بس جبت لكم بقى الحاجات دي متبهدله شويه عشان
اوريكم ازاي بتكون نظيفه معانا لما نحطها في الخلطه دي، وهوريكم شكلها عامل ازاي. دلوقتي بقى عشان تنظيف الاستانلس اللي انا حطيته ده مكان العيون بتاع البوتاجاز هعمل ايه؟ هحط كده ملح ليمون. يبقى انا هزود كده في الخلطه عشان عشان الاستانلس هنزود معلقتين ملح ليمون، ونسيب ده بقى يتفاعل ويغلي مع بعضه. وطبعا انا هقلب البراد من وقت للتاني واوريكم شكله. دلوقتي بقى عايزه اوريكم البراد اهو كده خلاص طلعته من الميه شايفين. عايزه اوريكم بقى دي الحتت اللي هي ايه اللي قلنا فيها القماش اللي بيبقى ماسك هنا، لو انتي ماسكه بماسك هوريكم بقى هينضف ازاي. معانا سلك اهي ومعانا البريل بتاعنا، نبدا نغسل كده البراد بتاعنا. شايفين البراد ده اهو شايفين بالمعلقه اهو شايفين، بسيط خالص اهو طلع معانا بكل سهوله، خد كفايته في الغلي على النار. طبعا مش قادره اوريكم هو بيغلي على النار عشان البخار هيطلع على التليفون ممكن يبوظ التليفون معايا اهو. شايفين دي اصعب حاجه كانت الحريق اللي كان هنا اللي هو بتاع الماسك وهو سخن طبعا البراد. شايفين اهو نشوف برضو هنا نغسل كده شايفين البراد بكل سهولة طبعا مش بياخد وقت في الدعك خالص اهو. عايزة اوريكم شكله اهو شايفين البراد بيلمع ازاي برضو من جوه سهل جدا. معلش بقى انا بغسل، انا حابة اوريكم كل حاجة قدامكم. شايفين كانه جديد. دلوقتي حبايبي خلاص البراد بتاعي اهو نضف زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شايفين شكله من جوه. وده المكان اللي كان فيه الحروق، ده كان هنا فيه الحروق اللي هي بتاعه الماسك هنا ما شاء الله شايفين من عند اليد اهي ما شاء الله ما فيش اي حاجه خالص اهو البراد بيلمع ومن جوه ما شاء الله ما فيهوش اي حاجه. هنا بقى معايا هنا كده ده المصفى اللي انا قلت لكم عليها، معلش المبشره اللي انا قلت لكم عليها. طبعا انا غسلتها ونضفتها زي ما انتم شايفين كده، ما رضيتش طبعا عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم، واسفه لو الفيديو طال عليكم يعني، بس طبعا غصب عني يعني لازم اوريكم كل حاجه بالتفصيل. هنا طبعا دي عيون البوتاجاز شايفين ما شاء الله اهي، ودي اصعب عين شايفين كانك لسه شاريه البوتاجاز جديد لانك ما فيهاش الهواء. ودي كانت اصعب حاجه عندي يعني بالنسبه لي، كانت العين دي الكبيره لان دي اكتر عين انا بستخدمها، كان فيها هنا بقع زيت وكانت كون مهما نغسلها بالسلك برده ما تنضفش، فلازم اعمل لها الخلطه. فطبعا الخلطه دي احنا مش بنعملها دايما يعني، احنا بنعملها لما الدنيا ايه تتبهدل قوي، لكن لو ايدك فيه اول باول خلاص، لكن لو في بقع مش راضيه تطلع معاكي يبقى الخلطه دي هتعمليها وهتنضف معاكي زي القشطه، وتزودي معاها ملح الليمون لو الدنيا عندك متسخه اكتر من كده، لكن انا مش مضطريه. تمام هنا كده زي ما انتوا شفتوا كده البراد وشفتوا حاجتي ما شاء الله، يعني مفيش انضف بقى ولا احلى من كده. ان شاء الله تجربوا الوصفه كلها من البيت. انا نظفت قبل كده معاكم الاستانلس بالباور بتاع ماي واي، ونظفت قبل كده الالومنيوم معاكم والطاساه بالصابون بتاع الوش، بس النهارده حبيت اعمل وصفه طبيعيه من البيت مش هتشتري اي حاجه وكلها حاجات كنا بنرميها. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم والطريقه تكون سهله عليكم. وزي ما قلت لكم خلي البرتقان لو معرفت لو مش عندك او مش هتقدري تعمليه ممكن تحطي قشور برتقان وتحطي معلقتين خل وما تكتريش عن كده. ان شاء الله الطريقه سهله وتعجبكم جدا، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.